السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هذا نتوصل الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، وردي من خلال راح نشارك معكم قائمه المنتخب الوطني الجزائري المتوقعه بقوه لترب الشهر جوال المقبل، واللي راح تكون عندنا فيه مباراتين امام منتخب غينيا وكذلك اوغندا من ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله للمونديال القادم سنه 2026. راح نشارك معكم كيفاش راح تكون ملامح قائمه المنتخب الوطني الجزائري والتي يعدها فلاديمير بيتكوفيتش والتي سيفاجئ بها الجماهير الجزائرية. راح نشارك معكم ما هي الأسماء الجديدة وما هي أبرز الأسماء التي ستتغيب عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري في التربص القادم، أين ستشهد هذه القائمة مفاجآت كثيرة راح نحاول يعني نكشفها لكم في هذا الفيديو. فابقوا معنا، واذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، في الفترة الأخيرة يعني في الأيام القليلة الماضية سمعنا أخبار كثيرة تتعلق بالقائمة الموسعة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري، أين عدنا لاعبين لأول مرة راح يجيو للمنتخب الوطني الجزائري، وأيضا عدنا أسماء كثيرة من البطولة المحلية تواجدت في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، ولذا الجماهير الجزائرية كانت تتساءل حول يعني كيفاش راح تكون قائمة المنتخب الوطني الجزائري النهائية، علما أن القائمة هذه راح تكون محدودة وفلاديمير بيتكوفيتش سيجد نفسه في يعني مهمة صعبة في اقتناء اللاعبين اللي راح يلعبوا في التربص المقبل، لأنه التربص الماضي في شهر مارس كانت عندنا قائمة مفتوحة فيها 33 لاعب قادرت يعني تشرك العديد من اللاعبين في هذه القائمة، ولكن حاليا فلاديمير بيتكوفيتش مطالب أنه يختار أفضل اللاعبين فقط، وراح يعني يختزل العديد من اللاعبين ويبعدهم عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري النهائية، وهذا شيء منطقي لأنه الفيفا فرض عليك يعني 26 لاعب كحد أقصى، ما تفوتش هذا الرقم بطبيعة الحال، وبالتالي القائمة ستشهد العديد من الغيابات، ومن الطبيعي أنه القائمة تشهد غيابات لاعبين متألقين، ويعني الغيابات هذه راح تكون بسبب المنافسة فقط. ما نطولش عليكم، ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، نشارك معكم الأسماء اللي أنا أتوقعها، وطبعا هذه الأسماء ليس بالضرورة أنها راح تكون رسمية، لأنه هذه تبقى فقط توقعات، ولكن أؤكد لكم بل لأنه القائمة هذه راح تكون مشابهة بنسبة 80 إلى 85% إلى القائمة التي سيعلن عنها فلاديمير بيتكوفيتش المقرر يوم الخميس المقبل، يعني يوم الخميس مقرر أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري الرسمية. ما نكثروش الكلام اعزائي الكرام، ندخلوا مباشرة إلى صلب الموضوع ونشارك معكم أسماء اللاعبين في حراسة المرمى المتوقعين، يعني هذه بدون توقعات حاجة باينة راح يتواجد هذا الثلاثي كل من أنثوني مانديريا لاعب نادي كون الفرنسي، بالإضافة إلى مصطفى زغبة لاعب نادي دمك السعودي الأكثر يعني حفاظا على شباكه في الدوري السعودي، بالإضافة إلى أسامة بنبوط لاعب اتحاد العاصمة الذي كان يتم استدعاؤه بصفة منتظمة في القوائم الأخيرة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري، فلا يوجد جديد في منصب حراسة المرمى، عندنا هذا الثلاثي مانديريا مصطفى زغبة أسامة بنبوط. حاليا نمر إلى خط الدفاع، خط الدفاع فيه مفاجآت وفيه غيابات. نبدأ بالظهير يعني الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري، أين من المؤكد أنه راح يتواجد يوسف عطال لاعب نادي أدانا سبور التركي، بالإضافة إلى كيفن جيتون لاعب نادي ميدز الفرنسي، هذا الثنائي راح يتواجد بنسبة 99% في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، بالإضافة إلى قلبي الدفاع اللي راح يكون جديد علينا هو عبد الصمد بوناصر لاعب اتحاد العاصمة والذي أعجب به كثير يعني فلاديمير بيتكوفيتش في الفترة الأخيرة عندما كان يعاين البطولة المحلية والأندية الجزائرية، هذا اللاعب راح يكون جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري وهو لاعب محلي، بالإضافة إلى زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمة ومحمد الأمين توغاي لاعب نادي الترجي التونسي، وايضا هنا عندنا مشكل اعزائي الكرام بين رامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني اذا راح يشارك في دوري ابطال اوروبا وفي نهائي دوري ابطال اوروبا امام نادي ريال مدريد ويشفى من الاصابه، حاجه بين راح يكون معانا في قائمه المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي، ولكن اذا لم يشفى من الاصابه فاستحاله استدعاء هذا اللاعب، لاعب بروسيا دورتموند مهدد بعدم التواجد في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش أو المنتخب الوطني الجزائري، إذا شفي من الإصابة راح يتواجد وذلك بشكل رسمي، إذا لم يشفى سيأتي البديل ألا وهو زكريا دراوي لاعب نادي الوداد المغربي المتواجد في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش الموسعة، واللي هو ممكن أنه راح يكون جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري.
بالاضافه الى ريان ايت نوري بالنسبه للظهير الايمن لاعب نادي وولفرهامبتون، عنده حظوظ عاليه جدا انه يتواجد في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، كيف لا وهو افضل مدافع مراوغ في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، يعني من ناحيه المراوغات افضل من جميع لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز. احصائيات هذا اللاعب يعني ستجعل فلاديمير بيتكوفيتش بالسيف عليه يعني يستدعي هذا اللاعب، بالاضافه الى بطل الدوري السويسري لهذا الموسم جوان حزجام لاعب نادي يونغ بويز، والذي اصبح يشارك بشكل منتظم ويقدم في مستوى جيد مع فريقه السويسري. فكما شاهدتوا اعزائي الكرام في خط الدفاع عندنا بعض الغيابات راح نتطرق اليهم في نهايه هذا الفيديو ونشارك معكم سبب هذه الغيابات. بالنسبة لخط الوسط هو أيضا حمل لنا مفاجآت كثيرة وغيابات كثيرة بطبيعة الحال، ولكن خلونا نبدأ بالحضور. عندنا إسماعيل بن ناصر لاعب نادي أيس ميلان العائد بقوة في الفترة الأخيرة، أيضا عندنا عبد القهار قادري لاعب نادي كورتري البلجيكي المتألق حديثا مع فريق هذا البلجيكي، بالإضافة إلى هشام بوداوي الغزال يعني لاعب نادي نيس الفرنسي، بالإضافة إلى فارس شعيبي لاعب نادي فرانكفورت أكثر لاعبين صناعة للفرص الخطيرة مع فريق نادي فرانكفورت هذا الموسم، بالإضافة أيضا إلى حماد عبدلي المتألق مع نادي أنجي الفرنسي والصاعد رسميا إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي ليغ 1. بالنسبة للاعب الموالي والأخير عندنا نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الفرنسي، والذي يعد هذا الموسم أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي. كما شفتوا عندنا غيابات كثيرة أيضا حتى في خط الوسط. بدون إطالة نمر حاليا إلى خط الهجوم. خط الهجوم عندنا راح يكون رياض محرز، ستكون عودته هذا التربص القادم لاعب نادي الأهلي والمتألق مؤخرا مع فريقه السعودي، اللاعب هذا بنسبة 100% راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري ومنتظر عودته إلى المنتخب الوطني الجزائري، بالإضافة إلى بشير بلومي لاعب نادي فارنسي البرتغالي، والذي هو توج أفضل لاعب للشهر في الدوري البرتغالي متفوق على نجوم كبار في الدوري البرتغالي. هذا اللاعب زي كرام سيتواجد بشكل كبير جدا وبنسبة كبيرة في القائمة النهائية، بالإضافة إلى عودة يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر بطل الدوري المحلي هذا الموسم. يوسف بلايلي يتواجد حاليا في القائمة الموسعة، ويعني ما رحش يكون عنده مشكل أنه يتواجد في القائمة النهائية بعدما أن توج الدوري المحلي، بالإضافة إلى سعيد بن رحمة لاعب نادي أولمبيك ليون، واللي راح يقدم في مستوى خرافي في الفترة الأخيرة مع فريق نادي أولمبيك ليون، ومستواه مع نادي ليون مقارنة بمستواه في نادي يعني ويست هام يونايتد صراحة مختلف تماما. اللاعب بات يقدم مستويات كبيرة وراقية جدا ستجعله يتواجد في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش لا محالة، بالإضافة إلى المتألق والساحر الذي سحر جميع أعين الجماهير الجزائرية في التربص الماضي وهو ياسين بنزية، هو الآخر سيتواجد مجددا في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني والذي وجب دعوته في هذا التربص، بالإضافة أيضا إلى اللاعب الموالي يعني الغني عن التعريف وهو ياسين إبراهيمي المرشح لأفضل لاعب في الدوري القطري هذا الموسم، بالإضافة إلى الهداف محمد الأمين عمورة الغني عن التعريف، وأيضا أمين غويري واللاعب الجديد المتوقع حسب رأيي الشخصي راح يكون أمين شياخة لاعب نادي كوبنهاجن وهداف دوري الأبطال مع فريق الشباب الخاص بنادي كوبنهاجن. هذا هو اللاعب الوحيد من لاعبي مزدوج الجنسية اللي نتوقع أنه راح يجي يعني في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، أما بالنسبة للاعبين الآخرين راح يكونوا فقط لاعبين محليين، بالإضافة كما قلنا أيضا إلى يعني زكريا دراوي لاعب البطولة المغربية مع نادي الوداد، ممكن أنه راح يكون هو الآخر جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري في حال تغيب يعني رامي بن سبعيني. فالقائمة شاركتها معكم أعزائي الكرام وهذه هي الأسماء المتوقعة حسب رأيي الشخصي، وأنتم أيضا كتبوا لنا توقعاتكم في صندوق التعليقات، وطبعا الأسماء هذه كما شاركتها معكم حاجة باينة أنكم لاحظتوا العديد من الأسماء اللي تقدم في مستوى خرافي ورهيب في الفترة الأخيرة مع الأندية تاعهم وما راهمش يتواجدوا في هذه القائمة. طبعا أعزائي الكرام هذا ليس بيدي لأنه القائمة محدودة في 26 أو 27 لاعب كحد أقصى، ما لازمش تفوت هذا العدد، فبالتالي أعزائي الكرام لازم يعني تحذف العديد من اللاعبين حتى ولو كانوا متألقين، لازم تدير مقارنة بين كل اللاعبين في نفس المنصب وتختار فقط زوج لاعبين من كل منصب وتحطهم في القائمة
النهائيه. فلهذا فلاديمير بيتكوفيتش راح تكون عنده مهمه صعبه صراحه في الفتره القادمه قبل الاعلان عن قائمه المنتخب الوطني الجزائري. ما نطولش عليكم، حاليا نمر الى الغيابات التي ستشهدها قائمه المنتخب الوطني الجزائري. هنالك بعض الغيابات المتوقعه وهنالك بعض الغيابات اللي رسميا راح تتغيب اعزائي الكرام، وغيابات مؤكده. طبعا عندنا رئيس وهاب مبولحي راح يتغيب بداعي المنافسه، لانه كاينين حراس مرمى يعني قدموا مستوى افضل منه صراحه، بالاضافه الى ياسر العروسي الذي هو عنده قله المشاركه وبعيد كل البعد عن المنافسه خاصه بعد سقوط فريقه الى الدرجه الثانيه هذا الموسم، بالاضافه الى عيسى ماندي اللي كان يقدم مستوى كارثي وحاليا راه يعني مشاركته نادره جدا مع نادي فياريال، بالاضافه ايضا الى احمد طوبه الذي لم يشارك لعده اشهر مع فريقه نادي ليتشي يعني الايطالي. ايضا عندنا رامز الزروقي راح يتغيب حسب رايي الشخصي بسبب المنافسه، بالاضافه الى حسام عوار بسبب قله المشاركه وقله المنافسه مع فريقه نادي روما الايطالي، وايضا حتى ادم الناس راح يتغيب حسب رايي الشخصي بنسبه كبيره جدا هذه المره بسبب قله المشاركه مع فريقه الاول، خاصه بعدما ان تمت معاقبته من طرف نادي ليل الفرنسي كيهبطوه يعني ل الرديف، بالاضافه الى بدر الدين بوعناني حتى هو راح يتغيب حسب رايي الشخصي بسبب المنافسه، ايضا مهدي زرقان وكذلك بغداد بونجاح، اسلام سليماني، انيس حاج موسى، احمد قندوسي بسبب المنافسه اعزائي الكرام. اما بالنسبه لمنصف بقرار بسبب هبوطه في المستوى مؤخرا، اين فشل في 13 مباراه بدون تسجيل اي هدف او تقديم اي تمريره حاسمه، ليله امس سجل واحد الهدف اعزائي الكرام فك به النحس، ولكن نظن باللي انه هذا المستوى غير كافي في الوقت الحالي من اجل عوده هذا اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري حسب رأيي الشخصي. وبالإضافة إلى اللاعب اللي أنا تحسرت عن غيابه بشكل كبير جدا لأنه كان راح يكون في القائمة النهائية بشكل رسمي، ألا وهو إيلان كيبال. اللاعب هذا تعرض لإصابة وناديه باريس أفسي النشط في الدرجة الثانية أكد لنا اليوم لأنه الغياب يعني الخاص بهذا اللاعب راح يمتد إلى شهرين. أكثر لاعب حزنت يعني بعد تعرضه للإصابة هو هذا اللي كنا منتظرينه أنه يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعد مستواه والاجتهاد اللي اجتهده في الفترة الأخيرة، وإن كان أفضل ممرر حاسم في الدرجة الثانية بأكملها. للأسف يعني هذه هي الأسماء اللي راح تغيب، يعني بعضها مؤكدة وبعضها فقط متوقعة، وراح نشوفوا أعزائي الكرام قائمة فلاديمير بيتكوفيتش ماذا ستحمل لنا في يعني اليوم الخميس القادم أو الأسبوع المقبل كحد أقصى. بالنسبة لغيابات لاعبين مزدوجي الجنسية ممكن تطرحوا عليا سؤال في صندوق التعليقات حول هذا الموضوع. طبعا أعزائي الكرام هنالك العديد من اللاعبين ما راح يجوا في هذا التربص كما أكدنا لكم سابقا وراح نأكد لكم اليوم، بسبب أنه لم يتحركوا من أجل تغيير جنسيتهم من الفرنسية إلى الجزائرية. هذه النقطة مفروغ منها أعزائي الكرام، ما راح تكون عندنا مفاجآت كثيرة بخصوص لاعبين مزدوجي الجنسية. ممكن في تربص شهر سبتمبر المقبل اللاعبين يتحركوا ويغيروا جنسيتهم الرياضية، ولكن حاليا كل من ريان شرقي، مايكل أوليز، مغناس أكيلوش والعديد من اللاعبين راح يكونوا جديد قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، هذا التربص وذلك بشكل مؤكد. ممكن انه تحدث مفاجاه ونشوفوا ميتشال فايزر أعزائي الكرام لاعب نادي بيردر بريمن في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، اذا يعني فلاديمير بيتكوفيتش راح يتصل به، ولكن لحد الساعه ما كاينش يعني شيء رسمي بخصوص هذا اللاعب كي راني نسجل لكم هذا الفيديو. على كل حال نشارك معكم حاليا كيعني اخر نقطه في هذا الفيديو موعد مباراتين المنتخب الوطني الجزائري. المباراه الاولى ستكون امام غينيا في ملعب نيلسون مانديلا يوم 6 جوان على الساعه 8 بتوقيت الجزائر، والمباراه الثانيه ستكون خارج الديار امام اوغندا يوم 10 جوان بملعب نيلسون مانديلا الاوغندي على الساعه 5 بتوقيت الجزائر. نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى أن المنتخب الوطني الجزائري يحقق الستة نقاط. احنا ما تهمناش القائمة وما تهمناش الأسماء اللي راح تتواجد، كثر ما يهمنا الستة نقاط لازم يعني نحققوها ولا مجال للخطأ أو تضييع النقاط في هاتين المباراتين. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.